يسعد صباحكم من جديد واهلا وسهلا فيكم بمحطتنا الحواريه الثالثه لكل حدا مهتم بالتكنولوجيا والهواتف الذكيه. اسمحوا لي اقول صباح الخير لجلال ارداغ. يسعد صباحك جلال. صباح الخير. أهلا صباح وسهلا الخير، اهلا وسهلا فيك لليوم. خلينا نحكي عن التحديثات، عم نشوف كثير بهالفتره تحديثات للايفون للواتساب للماسنجر، شوية تفاصيل عنها. تماما. هلا اليوم الواتساب عم بده يطلق بعد مجموعه من التحديثات اللي اعتبرت خفيفه، اللي كانت عم تهتم بموضوع فتح الروابط من ضمن تطبيق الواتساب. يعني اليوم انا لما بيوصلني مقطع على اليوتيوب، رابط يوتيوب، كنا من قبل لما نضغط على الرابط ينقلنا على برنامج اليوتيوب لحتى نحضر المقطع. بالتحديثات اللي نزلت اخر فتره صرنا بنقدر نحضر المقطع من ضمن برنامج الواتساب نفسه، بتفتح نافذه جديده بنحضر المقطع. التحديثات كانت اكثر شيء عم تشمل انه يقدر يغطي كافه المواقع بشكل انه يفتحها بعلامات تبويب من داخل الواتساب. اليوم الواتس يعني مثل مفاجاه عمل لمستخدمين نظام الايفون حاليا، نزل تحديثه هي تعتبر اكبر تحديثه له ببرنامجه، هي عباره عن مكالمات فيديو جماعيه على مجموعات الواتساب. يعني اليوم صار فينا اي مجموعه على الواتساب فينا نعمل مكالمه جماعيه ان كانت صوت او ان كانت فيديو، مكونه حاليا من 3 اشخاص. هي لانه نزلت فتره تجريبيه، بالتحديث القادم راح يزيدوا العدد ل5 اشخاص، ممكن يزيد بعد، ممكن انه لا يضل انه اكثر من 5 اشخاص ما فينا نعمل مكالمه. طبعا مثل ما حكينا التحديثه نزلت على نظام الاي او اس حاليا، بانتظار تنزل على انظمه الاندرويد بالقريب العاجل، يعني لبين ما يتاكدوا من انه الخدمه صارت جاهزه. بالمقابل بما انه عم نحكي انه التحديثه نزلت على اجهزه الايفون، اليوم اجهزه الايفون عم تتعرض ل فيني اقول لك تحديث خطا بتحديث النظام الجديد رقم 12.1.1 عم يسبب اخطاء كثير كثير كبيره ببعض اجهزه الايفون اللي اشتكوا منها المستخدمين والمطورين عن طريق صفحه الدعم الفني بابل. المشاكل عم تكون اكثر شيء بالبلوتوث، بالواي فاي، بالبطاريه. الايفون طول عمره في مشكله بالبلوتوث، يعني بينه وبين غيره. هلا هو البلوتوث اللي قالوا للاكسسوار ما كثير بياخذ وبيعطي لغير اجهزه، بس المشكله اليوم مثلا انت في ميزه بالايفون اسمها اير دروب، هي ارسال من ايفون لايفون، بتتطلب شغلتين اساسيه هي البلوتوث والواي فاي. كثير عم تلاقي تعطيل باجهزه من التحديث اللي نزلت جديده تماما، بالاضافه لانه في كثير اجهزه عم تشتكي من موت البطاريه او انتهاء عمر البطاريه، يعني الجهاز بيوصل شحنه لل 25% فجاه عم يطفي، حتى لو كان جهاز مثلا في اجهزه عم يشتروها حديثه او عمرها شهر شهرين عم تعمل كمان نفس الاخطاء. هذه كثير عملت هذا بيرجع بيطفي الجهاز بشكل مباشر، يعني هذا بيرجع شيء للبطاريه، هذا بيرجع للخطا بالتحديث اللي حكينا رقم 12.1. يعني مو مثل ما الناس عم تقول او البعض عم يقول انه هي مشان يحافظ على عمر البطاريه. لا، هلا هي الفكره انه الخطا هو دائما التحديثات بتجي لتحسين البطاريه، تحسين اداء الجهاز معرفة. بس هالنسخه بالتحديد اعترفت ابل انه هي فيها مشاكل على كثير اجهزه، حتى في اجهزه سببت لها بطء، يعني في اجهزه كثير سببت لها بطء، هي من الاجهزه تعتبر من الجيل القبل الحديث، الجيل الحديث ما كثير تاثر فيها للتحديثه، بس اثرت على الجيل القديم بشكل كثير. تمام، خليني اسالك جلال، حكيت عن المكالمات الجماعيه عن طريق الواتساب، هي المكالمات بس جوات البلد ولا لا فينا كمان لا برا؟ لا، اي شخص موجود ضمن الجروب انت بامكانك انك تعملي معه مكالمه، حتى لو كان برا البلد. حتى لو كان برا البلد، المهم يكون موجود ضمن الجروب، يعني مجموعه اشخاص عباره عن 10 اشخاص لنقول بجروب واتساب واحد، ما بهم اي شخص باي منطقه موجود، المهم يكون موجود داخل الجروب، بامكانك انك تعملي مكالمه صوتيه او فيديو معه. تمام. طيب جلال، خليني اخذ المقلب الاخر من موضوع التحديث تبع الايفون 12.1.1، انا نزلتها اوكي صار عملت لي مشاكل، شلون بدي اتراجع؟ التراجع يعني كمستخدم في داعي راجع مركز؟ هلا التراجع فينك تتراجع، فينك تتراجع للنسخه اللي قبل رقم 12.0.1، ولكن انت هون راح تخسر معلوماتك كلياتها، راح تضطر انك تعمل ريستور على الايفون عن طريق برنامج الايتونز على اللابتوب لحتى تقدر ترجع الاصدار لورا. فالمشكله انه بدك تضطر انك تسحب معلوماتك المهمه تحتفظ فيها على هارد الكمبيوتر او على فلاشه خارجيه، تعمل سوفت وير. طبعا الايفون ما بيسمح لك غير ترجع اصداره وحده، يعني 12.0.1 اذا بدك ترجع 12.1 ما بيسمح لك، فبدك ترجع اصداره وحده بس، ترجع
معلوماتك الشخصيه من اول جديد، فهي كثير بتسبب لبكه وعطل وضرر من ابل، ازعاج للمستخدم تماما. بس قريبا رح يطلقوا التحديثه الجديده، يعني هن وعدوا انه تحل المشاكل وتكون يعني في شغلات جديده ليعوضوا عن الخطا اللي صار. ان شاء الله يتم التعويض بطريقه حلوه. طيب جلال، في مسجات كثير عم تجينا على الماسنجر، في ناس كثير بتخاف منها ما بتفتحها، وفي ناس لا يعني بتقوي قلبها وبتفتحها. فشو بدك تخبرنا عن هالمسجات اللي عم تجينا على الماسنجر؟ هي جماعيه نفس المسج بتجي لي وله مامو ولك؟ صح. هلا هي فينا نقول الشهر التاسع، العاشر، ال11 وحاليا ال12 اطلقوا عليه المطورين، هو يعني اشهر فضائح فيسبوك. هلا في عنا بالمجالين، راح احكي اول شيء بمجال التطبيق الفيسبوك، بعدين راح احكي عن الماسنجر. الفيسبوك تعرض ل 867 تطبيق موجود كان داخل الفيسبوك عم يسبب سرقة معلومات وبيانات شخصية لكل المستخدمين. اكثر البرامج اللي سببت هيدا الموضوع هي برامج اللي دائما بنشوفها، ارسم صورتك بالكرتون او حول صورتك الى ماذا يتوقع لوحة. لك المستقبل. ايوه تماما. هيدول البرامج لما نحن عم ندخل عليهم للتطبيقات، هالتطبيقات عم تكون عم نعطيها نحن اذونات لحتى تدخل على معلوماتنا الشخصيه كلياتها، وهي بهيك حاله ادرانه انه تدخل على الصور، على معلومات ممكن انت تخفيها، مثل اغلبيه لما عم نضيف رقم تليفون نحن على الفيسبوك عم نعمل له اخفاء انه ما حدا يشوفه للرقم. لما كلمه السر بيقدر يشوفها، اي معلومه موجوده عندك على الفيسبوك بيقدر ياخذها البرنامج. فهن كانوا عباره عن 867 تطبيق ضلوا لمده 15 يوم متحكمين ببيانات الاشخاص على الفيسبوك بدون معرفه الفيس. اكتشفوا الخبراء الامنيين المختصين بالفيسبوك بهذا الموضوع. ففي تحديثه جديده حسب ما تقول الشائعات، يعني مثل ما عم يكتبوا بالمنتديات، انه اليوم الفيسبوك لما انت بدك تستعمل تطبيق على الفيسبوك، لما بده يطلب منك الصلاحيات، من قبل كان لما ندخل على التطبيق يعطينا انه موافق او الغاء باللون الازرق والابيض اللي هو لون الفيسبوك، تمام. هلا بده يعطينا الشاشه بدها تكون حمراء، بده يعطينا تحذير عباره عن مثلث اللي عليه علامه تعجب لحتى يخلي المستخدم يعني ينتبه ويقرا انه هذا التطبيق شو بيقدر يعمل بالفيسبوك. مش شغله كلها موافق يعني. تماما. كله هي الغلط انه كلياته موافق، مثل ما على الماسنجر. هلا على الماسنجر كمان عم تجي رسائل ببدايته يعني لكي تكون من الاعضاء النشطين على الفيسبوك، او يعني صح. تقريبا هيك بدايته، انه لازم تبعت الرساله الفلانيه الى عده اشخاص من الساعه الفلانيه للساعه الفلانيه لحتى تكون انت من الاعضاء النشطين وما تخسر الدردشه على الفيسبوك. يعني دائما بيحكوها بطريقه او بيبعتوا الرساله بطريقه انه انت بتصير بتشك انه انا معقوله يوقف حسابي، لا لازم اعملها لهيدي الطريقه. اخر للرساله عم يبعثوا رابط انه لمزيد من المعلومات او لمعرفه افتح الرابط. بمجرد ما فتحت الرابط باي باي حساب الفيسبوك صار يعني اي شخص فينه يدخل عليه. هي عباره عن سيرفرات عم تتحكم بهذا الموضوع. الضغط على الرابط مباشره بيبعث لسيرفر الشخص اللي بعته للرابط، بيبعث له كلمه السر، بيبعث له ايميلك، بيبعث له معلوماتك الشخصيه كلياتها. فهو كثير بيتعرض، كثير ناس عم تتعرض لاختراق، بيقولوا لك انا ما ضغطت شيء، ما دخلت على اي يعني موقع غلط او شيء. هي هذه الروابط هي كثير يعني بنرجع نفس الفكره تبع انه ما بيخترق حساب او جهاز او شيء الا من سوء استخدام المستخدم. تماما. هيدي هي الفكره. الفكره الاكثر شيء مثل ما عم لك، يعني الفيسبوك لما بالتحديثه الجديده بده ينزل التحذير انه بشاشه حمراء، يعني حتى لو طلعنا شوي عن موضوع الفيسبوك، بتليفوناتنا المستعمله لما نحن بننزل تطبيق مثلا عند التثبيت بيطلب منك اذونات، انت بتعطيه السماح مثلا بيطلب منك 4-5 اذونات، فانت ما بتلحق تقرا، بتقول له السماح. من ضمن الاذونات في برامج عم تدخل على ملفاتك المخفيه والغير مخفيه، يعني حتى على ملفات النظام. فهيدي المشكلة كثير عم نعاني منها، يعني لازم دائما ننتبه على موضوع انه نراقب شو التطبيق، شو الاذون اللي بده ياخده، واذا في اذن نحن رح يسبب لنا مشكلة يفضل انه نعطيه عدم السماح، يعني مشان نضل محميين يعني باجهزتنا وبمعلوماتنا. تمام. غير انه مثل ما قال همام يعني سوء استخدام المستخدم، يمكن استخدام الكلمات السر الخطأ او الاسوء في عام 2018 هو كمان جلال عم يوقعنا بمشاكل عديده. يعني اليوم بتقول الواحد مثلا عم تصلح له جهازه، بتقول له شو الباسورد، مثلا بيقول لك من 1 لـ 8. طب هذا باسورد يعني؟ هذا اكيد لا. في موقع هو موقع قوي تكنولوجيا، نزل هيك
فقرة ترفيهية للمستخدمين اسمها أسوأ كلمات السر عام 2018. طبعا للمرة الخامسة على التوالي، للسنة الخامسة على التوالي، كلمة السر من الواحد للستة هي اللي أخذ رقم واحد. هاي للمرة الخامسة تماما. هي كلمات السر الموقع عن طريق تسريبات على الانترنت. في بس هو عم ياخد كلمات سر لشو تحديدا جلال؟ بشكل عام، إن كان يعني إيميلات، إن كان حسابات بنكية، إن كان حسابات شخصية. هلا ليش أنا عم بسألك هالسؤال؟ أنا فرضا مثلا عملت إيميل على أي موقع مثلا ممكن يعطيني وظائف او ممكن يعطيني خدمات ترفيهيه، ما ممكن اهتم بكلمه السر لحسابي عليه. صح، يعني ممكن اعمل ايميل خاص بهيدا الموضوع، حط كلمه سر بسيطه انه اوكي بدك تخترق تفضل حط حيا لك كلمه سر مشان اتذكرها دوما، لانه قليل الدخول عليه، ممكن احطها من واحد لسته، يعني مشان ما نظلم اللي ممكن يحط هي كلمه سر. هي يعني المبدا اللي اعتمدوه على انه يعني الأسوأ العشر الكلمات اللي طلعت ل 2018 هي بتشمل كافة المواقع اللي يعني إن كان مواقع إيميلات، إن كان هلا في مواقع مثلا ممكن أنت تضطر إنك تخزن ملفات شغل لإلك، مثل ما حكيت حضرتك تحط كلمة سر صغيرة. فصار في تسريبات كبيرة بال 2018 عن كلمات السر. مجموع الكلمات كلياتها انه هي كلمه من الواحد للسته للسنه الخامسه لهلا لسه في اشخاص انه ما عم تقتنع انه لازم نحن نقوي كلمه السر. انه كلمه السر كيف منقويها؟ رموز، احرف كبيره، ارقام، يفضل انه كيبورد كبير كثير. يعني خلي ذاكرتك قويه. ممكن كمان انه اذا يعني معرضين لننسى كلمه السر، فينا نفتح ملاحظه على تليفوننا وفينا نقفلها ببرنامج او بكلمه سر ونسجلها على جنب، يعني مره اثنين ثلاثه اكيد راح نحفظها لكلمه السر. هلا بالنسبه لأسوأ الكلمات مثل ما قلت لك من الواحد للسته هي رقم واحد، من الواحد للتسعه وللثمانيه وللسبعه كمان اخذوا اثنين وثلاثه واربعه. هلو. عندك اذا بنفتح كيبورد الموبايل او كيبورد الكمبيوتر عندك الاحرف الاولانيه على اليسار الكيو دبليو اي ار تي واي كمان هيدي، والاي اس دي اف من تحت كمان من ضمن المستهلكه. من, من من زمان كانت الازيرتي، كانت الكيبوردات تجي اي زد من فوق. هلا اسرع على الطريق الجديد مباشره عم يكسروها، عم يكسروها جنب بعض. كلمه باسورد كمان اخذت المرتبه التاسعه على ما اعتقد. وسانشاين هيدي سانشاين كمان هيدي اخذت المرتبه العاشره. فارتبوا الموقع سانشاين يعني صبايا موقع هذا بيكون كلمات سر لحسابات صبايا مثل ما وردوا يعني. طيب في معلومه بتقول 6 ملايين شخص مستخدم للفيسبوك في خطر هلا. ويمكن هذا الشيء نحن عايشين فيه حاليا، في ناس كثير عم تفتح الفيسبوك بتلاقي انه عم يعطيك اعطيني كلمه سر. ما بعرف اليوم التهكير صاير كثير دارج، ما بتلاقي غير الناس يا شباب بدي دعم، بدي نكز، بدي اي شيء يدعم لي حسابي. شو القصه؟ طبعا. القصة اللي عم بتصير بالنسبة لموضوع الست ملايين، هن أغلبية اللي صار فيهم هالموضوع من منطقة الهند وما حواليها. هن تعرضوا لفيروس عن طريق برنامج هلا هو عم يطلع عند الكل حاليا انه ذكريات لعام 2018. اهلا. في مطور هندي عمل برنامج تماما مماثل للبرنامج اللي الموجود عند الفيس، يعني انت بتضغط هو الفيس بيعمل لك مقطع الفيديو وبيقول لك صار ذكرياتك حتى تنزله عندك. تماما. المطور الهندي سرق من الفيسبوك قاعده البيانات للتطبيق وبنفس الالوان بنفس الكتابه بدون اي اختلاف اي شيء، وصار يعرضها للعالم، يعرضها بطريقه قريبه جدا من طريقه الفيسبوك. هلا هون بدنا ننتبه على شغله، الطريقه عم تجي عن طريق الماسنجر، بيبعث لك على الماسنجر انه فيسبوك بحلول عام 2019 هون فينا نفرق تماما، بده يغير بموضوع الاشعارات، بده يصير يبعث لك اشعارات خاصه ليتاكد من انه انت نشرت على الماسنجر. بهالطريقه هيدي قدر يخترق تقريبا شيء 6 مليون ونص حساب، مثل ما قلت لك اغلبيتهم من الهند وما حواليها من هذيك المناطق. فلما نحن بيطلع لنا هيك مقطع فيديو بيوصلنا على الماسنجر، طبعا هذا مانو من الموقع الفيسبوك نفسه، بيجي يا اما عن طريق الاشعارات الفيسبوك بيبعث لك اياها عن طريق الاشعارات، او لما بتفتحي الصفحه الرئيسيه بيعطيك اياها باطار تماما. صح. اول شيء باطار، وفي عندك امكانيه انك تشغلي الفيديو قبل ما انك تطلبي انه هو يقدر ينزل لك اياه عندك على الصفحه. فهيدي عرضت اشخاص لكثير مشاكل بهالموضوع هيدا.
يعني انا جلال ما ضل غير اني اتشكرك جزيل الشكر على هيدي المعلومات اللي حضرتك زودتنا فيها. يعني يمكن الملخص انه انتبه لما انت بدك تستخدم تمام. اي شيء خاص فيه تماما. اهم شيء مثل ما قلت لك نحن نقرا الاذونات اللي عم يطلبوها التطبيقات ان كانت على تليفوناتنا او ان كانت على مواقع الانترنت، لانه نحن عم نعطيها الاذن. يعني شخص صح. عم بتقول له خالص روق المعلومات واخر شيء يقول هكر تماما. هيدا اللي عم بصير. شكرا جزيلا لك. صباحك شكرا.